بس راسها على الهوا وقال لها سامحيني يا ست الستات. نزل على الركبة ونصه وقدم لها خاتم وقال لها تقبلي تتجوزيني تاني؟ العودي وإسعاد يونس عملوا رباطية على ياسمين عبد العزيز، رجع لها على الهوا وياسمين من صدمتها كانت هتسيب البرنامج وتمشي. تسريبات من حلقة ياسمين عبد العزيز في صحبة السعادة صدمت الجمهور. بس يا ترى ايه حكاية التسريبات دي بالظبط؟ وهل يا ترى العوضي هيرجع لياسمين على الهوا ولا ايه الموضوع بالظبط؟ فرحهم الجمعة الجاية والبركة في صحبة السعادة. تسريبات من حلقة ياسمين عبد العزيز في برنامج صحبة السعادة قلبت الدنيا على السوشيال ميديا، وكشفت المستور في علاقة ياسمين والعوضي اللي محدش كان فاهمها الفترة اللي فاتت، لا عارفين هما بيحبوا بعض ولا سايبين بعض من غير رجعة، لكن المستور خلاص انكشف وبان. العوضي بعد ما غلب حماره في انه يصالح ياسمين وحاول بكل الطرق انه يرجعها لعصمته من تاني، وبرضه مفيش فايده. كانت عايشه في دور السترونج اندبندنت وومن ومش راضيه ترجع له. قرر بقى انه يعمل حاجه بره الصندوق يمكن يكسب قلبها من تاني، خصوصا انه عرف من مصادر قريبه منها انها هتعمل حلقه مع اسعاد يونس. فقرر يستغل الفرصه وكلم مدام اسعاد وطلب مساعدتها في الموضوع ده، وقال لها انه حاول يشوف ياسمين اكتر من مره لكنها كانت بترفض تشوفه، عشان كده عاوز يجي لها الاستوديو وهي بتسجل الحلقه ويفاجئها، وهتبقى دي المحاوله الاخيره اللي هيعملها، ويرجعوا لبعض يا كل واحد فيهم يروح لحاله، عشان مش عاوز يفضل معشم نفسه كتير، خصوصا انه كل فتره بيسمع ان في عريس جديد متقدم لها ومش عايز يقعد مستني لحد ما تروح من ايده. اسعاد يونس وهي قاعده بتسمع العوضي الدمعه كانت هتفر من عينيها، وقلبها كمان اتقطع من كلامه، وقالت له خلاص انا هساعدك، وبلغته بميعاد تصوير الحلقه وطلبت من الاعداد انهم يساعدوه في المفاجاه اللي عاوز يعملها لياسمين، وده اللي حصل فعلا. يوم تصوير الحلقه العوضي راح الاستوديو قبل ياسمين بكتير، واتفق كمان مع الاعداد انهم يعرضوا صور ليهم سوا على الشاشه. واسعاد يونس تسال ياسمين اذا كانت لسه بتحب العوضي وتوافق ترجع له ولا لا، وفي اللحظه دي هيدخل ويفاجئها، وفعلا ده اللي حصل. وفي وسط ما ياسمين مندمجه في الحلقه وعينيها مدمعه وهي بتتكلم عن قصه حبها مع العوضي وانها ما كانتش متخيله ان في يوم من الايام هينفصلوا، لقت العوضي قدامها. ياسمين من صدمتها وقفت في مكانها وما كانتش عارفه تعمل ايه، لدرجه انها كانت هتسيب التصوير وتمشي، لكن العوضي بقى وقفها ونزل على ركبه ونص وطلع لها كمان خاتم من جيبه بالشيء الفلاني، وقال لها سامحيني يا ست الستات، انا عارف اني غلطت في حقك، بس احنا في الاخر بشر وبنغلط، ووعدك ان الغلط مش هيتكرر تاني يا وحش الكون، وانا اهو وقدام الملايين بقول لك تتجوزيني من تاني. تفتكروا بقى ايه هيكون رد فعل ياسمين؟ هل هتوافق ترجع له ويتجوزوا ولا هتاخد بعضها وتمشي؟ ده بقى اللي هنعرفه ونشوفه مع بعض في الحلقه.